الطلبه اللي هتدفع فيها وزاره التربيه والتعليم مصاريف المدرسه؟ ما شفتش؟ تعالى. وزاره التربيه والتعليم حددت المصاريف اللي هتدفع في المدارس الحكوميه وقالت مفيش جنيه زياده. هتدفع في الرياض الاطفال والابتدائي 312 جنيه و60 قرش بس، في الاعدادي هتدفع 212 جنيه و60 قرش وبس، وهتدفع في اولى وثانيه وثالثه ثانوي 512 جنيه و60 قرش وبس، وسنه اولى ثانوي فني هتدفع 227 جنيه و60 قرش، وباقي السنين الثانوي الفني هتدفع 212 جنيه و60 قرش. هو ليه 60 قرش؟ لو انت من ابناء العاملين في التربيه والتعليم هتاخد خصم 50% على المصاريف دي، ممكن ما تدفعش المصاريف دي خالص لو انت من ضمن الناس دي. لو انت احد ابناء شهداء ثوره يناير مش هتدفع مصاريف المدرسه الحكوميه. لو اسرتك بتستفيد من معاش الضمان الاجتماعي او التضامن الاجتماعي. لو طالب يتيم الاب مش هيدفع مصاريف المدرسه الحكوميه. ابناء المراه المعيله او المطلقه، ولو الطالب ده من ذوي الاحتياجات الخاصه او ابن حد من ذوي الاحتياجات الخاصه. ولو انت من ابناء مصابي الثوره هتاخد برضو المصاريف ببلاش. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وبورومادا في البحر الاحمر، مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد.